يا مرحبا، يلا حيا. اولا خليني ارحب بالمشاهدين بعدين ارجع لك. اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. معكم انا عبد العزيز الاسلمي في اول حلقه من حلقات مجهر العز، التقيكم بزاويه جديده من حياه هذا الضيف. باسمي واسمكم نرحب بالضيف المبدع والنجم والمتألق والمنشد وصاحب الصوت الشجي وإلى آخره، سلطان السمي. الله يبقيك ويعافيك يا أبو حماد، أنا سعيد جدا بتواجدي معك كوني أول ضيف في فقراتك الجميلة، وإن شاء الله أني أكون خفيف لطيف وتكون حلقة ممتعة. يا مرحبا. تعرف وش تتكلم عنها الفقرة أو وش محتوى الفقرة هذه ولا لا؟ يمكن من الاسم خذيت لك جزء بسيط ولا